طيب احنا قلنا ده شابتر 15 موجود في الكتاب في اربع افكار، هو الدكتور جايبهم مش سايب ولا فكره فيه، او نقول عليها اربع دروس. الدرس الاولاني اتكلمنا على الامبالس، تكمله له هذا تكمله له ان نطلع من الامبالس ده قانون جديد. ايه هو؟ تعال نشوف كده. لما يكون عندي جسمين بيصطدم، مين اللي داخل؟ عندي جسمين فيهم اصطدام زي كده، بسم الله. استنى، جسم وجسم تاني. استنى اشوف ماله ده. بعدين شيء دكتور توني ادخل انا انقطع النت. انا لسه ما بداتش حاجه خالص اهو. تاني. بقول معايا جسمين ده ايه؟ هيصطدم مع جسم تاني بي. فالجسم ايه؟ لحظة اصطدامه معاه، يعني هو داخل عليه مثلا بسرعة، هنقول عليها في اي واحد، ودوت هنقول عليه داخل بسرعة اسمها في بي واحد. ده كان قبل التصادم، هذا لحظة التصادم. لحظة التصادم الاي بيأثر بقوة على البي، لو قلت على اف واحد كذلك البي يوم يرد عليه بنفس القوة بس عكس الاتجاه. طيب قوة في زمن التصادم اسمه الدفع. فأنت عندك امبالس جاي من واحد هتلاقيه يساوي قيمة الامبالس بتاع الاتنين. طيب نمسك بتاع واحد ونمسك بتاع اتنين. الامبالس بتاع واحد ده اللي هو واقع على مين؟ واقع على البي. فأنت فاكرين كده، كنا بنكتب كده ام بي في بي واحد زائد الامبالس، الامبالس اللي هو اف في دي تي يعني، ماشي، اللي هو ده كل ده اي واحد كان يساوي ام بي في بي اتنين. طلع ده لوحده اهو هيبقى عباره عن ام بي في بي اتنين ناقص ام في بي واحد. نفس الحكايه للاي، هو جاي عليه دفع من البي اللي هو اي اتنين، فبقول ام اي في اي واحد زائد الامبالس اللي واقع عليه بيساوي ام اي في اي اتنين. طلع الاي اهو هيبقى عباره عن ام اي في اي اتنين ناقص ام اي في اي واحد. طيب انا عارف ان الاي واحد بيساويه بس عكسه فين؟ في الاشاره، لان ده بيمشي ليفت والتاني ناحيه الرايت. فلو جينا هنا العلاقه دي اهي، الاي واحد سيبه زي ما هو اهو، الاي اتنين اديله اشاره سالب، لما اديله اكتب سالب اي اتنين فلاقي يطلع لي عندي ام اي في اي واحد ناقص ام اي في اي اتنين. انت قلت لي اي واحد يساوي ماينس اي اتنين اهو. كويس اهو، الاي واحد كل ده بيساوي الاي واحد. هنيجي نرتب، ترتب ايه؟ ناخد مش دي واحد مع الواحد اللي زيها والاثنين مع الاثنين اللي زيها، يعني انقل دوت هناك كده اهو. يبقى انت عندك كده ام اي في اي واحد زائد ام بي في بي واحد هيساوي، يطلع لي ام بي في بي اتنين ناقص ام اي في اي اتنين زائد، اسف عشان نرد ودينا مع حالاتهم قبل التصادم يساوي حالاتهم بعد التصادم. يعني انا كل اللفه دي عشان اطلع لك حل بيه القانون دوت، بطبقه في حاله اسمه ايه بقى؟ الهيد امباكت، تصادم براس. هو في اوبليك هنشوفه الدرس الجاي، يعني اتنين داخلين مع بعض. كويس، فاقدر اطبق القانون ده. أطبق القانون دوت بيقول لي كده، مجموع الزخم قبل التصادم يساوي مجموع بعد التصادم. طيب لو قال لي كمال إن نو فراكشن، ما كانش فيه احتكاك أثناء التصادم، يعني مفيش قوة خارجية خالص، أقدر أطبق قانون حفظ كمية الحركة. تعال ننزل ده تحت كده ونضيفه، يبقى ده أول قانون أنا هكتبه أو أحل بيه لما يبقى عندي أي امباكت
الجسمين داخلين في بعض هيد وهيد، انما الاوبليك عامل ازاي؟ يعني قوتين كده اهو جايين كده، ده جاي كده وده جاي كده، غير لما يجي كده، ده كده اسمه هيد تو هيد، انما دوت ده اوبليك. طيب خلينا في الهيد تو هيد دلوقتي. بتقول ان لو في نو قال لي كده مفيش احتكاك، نو فراكشن، اقدر اطبق كمان ان مجموع طاقه الحركه قبل التصادم يساوي مجموعها بعد التصادم، مفيش فقد فيه، مفيش جزء منها تحول لتشوه للجسم ولا صوت ولا سخونه ولا اي شيء. فبتقول لي نو فراكشن، اقدر اكتب كده نص ام اي في اي واحد تربيع زائد نص ام بي في بي واحد تربيع، ادي كده مجموع طاقتي الحركه يساوي نص ام اي في اي اتنين تربيع زائد نص ام بي في بي اتنين تربيع. هذا القانون اللي هحل بيهم درس النهارده. لو في احتكاك خلاص مش هقدر اطبق ده، قانون واحد بس. لو قال لي نو فراكشن اقدر اطبق ده كمان معايا. كويس، يلا نحل. يبقى دوت يظهر معايا بس لما يقول له نو فراكشن. تعال نشوف اول سؤال. عندي اكسبلوجن، انفجار جسم ام اهوت، بيقول الجسم دوت، الجسم ده كانت كتلته 100 كيلو جرام وكانت سرعته ماشي في اتجاه محور، كاتب الفي اي الانيشال 20 جي، وبعدين كاتب لي انفجر او قال لي هنا في انفجار، قام جاي كسرهم لثلاث اجزاء A وB وC. طيب هو كان داخل ومديني 20 جي، انفجر لثلاثة ومديني كل واحد بقى الـ A سرعته لها مركبتين، الـ B برضك له مركبتين، الـ C مش عارفين فين. فهو بيقول لي يا ترى هو سرعته كام؟ عايز يجيب الـ velocity. طيب الانفجار ده بيعتبر كأنه تصادم. فبقول له اهو ابلاي، هطبق لي المومنتم كونزرفيشن. المومنتم كونزرفيشن حفظ كميه الحركه اللي هو القانون الاولاني. طيب بيقول ايه ده قبل التصادم، ونقول هم كل دول بعد التصادم. بقدر اكتب الام الكليه اهي في الفي بتاعته بتساوي ام اي في الفي اي زائد ام بي في الفي بي زائد ام سي في الفي سي. الفي سي انا مش عارفها، يعني تبقى زي ما هي مجهوله. طيب كتله ده 100 ومديني هو ماشي في الجي، قمت انا كتبت اهوت 20 جي. الام اي ده 20، السرعه بتاعته كاتب لي 50 اي زائد 50 جي. الام بي ب 30، سرعتها سالب 30 اي وسالب 50 كي. الفي سي مش عارفها، بس هكتب كتلتها كام مش جايبها، بس هو الكتله الكليه 100 صحيح، من نقدر نطلعها الكتله الكليه 100 30 معناتها سي 50 صحيح، يبقى انت ده 30 وفي 20 يبقى هو يطلع 50 كيلو جرام. الباقي يبقى نحط هنا 50 وحط هنا في سي. طيب هنعمل ايه؟ نودي كله هناك، يعني طلع لي الفي سي تمام، ودي اي يعني ودي كل ده هناك. فانت عندك هنا ال 50 في سي هتساوي اول حاجه ده 2000 الجي، جالك جت ثانيه في هنا 20 في 50 ومعاها سالب 900 اللي هي دي 30 في 30، يعني انت هتوديهم هناك اهو، يبقى هنا في سالب. الاول نخليه قاعد 20 في 50 يبقى سالب 1000 اي، و 30 في 30 يبقى عندي هي بالسالب تروح هناك تبقى 900 اي، والجي برضك هنا اداء 1000 جي هتروح هناك تبقى شرطة بالسالب،
كده، والكي ده يروح هناك هو بالسالب يبقى بالموجب يبقى 1500 كي. إذن الفي سي له مركبة في الآي والجي والكي، يبقى الفي سي هنقسم على 50، لو نجمع دول يبقى أنت عندك سالب 100 قاسم على 50 يبقى سالب 2i. بعدين نيجي نجمع الجي والجي ديت 2000، مش منها 1000 يبقى 1000 بس، 1000 على 50 فيطلع لي 20 جي. وبعدين الأخير اللي هو 1500 قسمة 50 هيطلع لي 30 كي. آدي الـ VC اللي هو طالبها. كويس استاذ، عندي يقطع عندي دكتور، ترسل على طول المقطع؟ ايوه انا بغسل المقطع ما تخافش. اي لا قصدي ترسلها اليوم يعني؟ ايوه اليوم ان شاء الله، مش على هو مسجل وبيغسل يعني، انا بعد الكلاس مباشره اكون عندكم في التليجرام ان شاء الله. المشكوك بيغسلها ما تخافش. ضيفني دكتور في الثيرم في التليجرام لك، ما ضفتني. طيب حاضر، ماشي حاضر. يلا يعني يقطع ماشي. ابو طيب. علي بشكل مختصر بس اخذنا الام في قبل التصادم يساوي الام في بعد التصادم وجبنا الفي سي وانتهى. بس المساله ما فيهاش اي فكره خالص. تمام. طيب تعال نشوف دي برضو. هنا تلاحظ ان هو هيد تو هيد، يعني كان خطوة 2 اتجاه 1، مش اتجاه واحد يعني 2 في خط 1. يعني بص كده عشان نفهم ما بين الاوبليك والهيد، لو جسم ده مع جسم ده نقول عليه هيد، اتجاههم واحد. طب كده اهو، انما لو واحد جاي كده وواحد جاي كده ده مش يبقى هيد تو هيد. الاوبليك شابتر ليكتشر 17. لا اللي جاي، ايوه اللي جاي على طول ده. نمسح دي كده. طيب تعال نشوف هنا السؤال بيقول لي، معلش رحت فين، بيقول لي هنا عندي عربتين قطار، الكتله بتاعت كل واحد فيهم كاتب لي الام ايه، طبعا انا هخليها بالكيلوغرام، او ماخد 1000 منها تبقى 20000 كيلوغرام، وادي الكتله بتاع البي برضه 15000 كيلوغرام، والسرعات موضحة بالشكل. طيب السرعة بيقول عايزين نجيب سرعة الـ A بعد التصادم، عايزين نجيب الـ VA، يا ترى عامل ازاي؟ ايه لو كان العربيتين دول اتحدوا إذا القرص كولايد، لا لو كان تصادموا وارتد اند ريباوند، وارتدوا اند ريباوند such that البي اتحرك الى الرايت، يعني قال لي البي بعد التصادم اتحرك للرايت. طب نوضحها اهو، من اطال الفي 2 حق البي. هذا هم اتصادموا اهو، هذا الاي وهذا البي وهذا الاي وهذا البي، ده كان جاي كده وده جاي كده، بعد التصادم جه قال لي البي رجع لورا كده، انا الاي ده مش عارف هيبقى رايح فين، مش عارف. طيب انت عملت ايه؟ انا رسمت عشان اوضح شكل المومنتم بس. هو بيقول لي ارتد الفي بي هو ناحية اليمين بسرعة 2 متر على الثانية، أكتب إن هو أدى الـ VB2 كاتب 2 متر على الثانية. مش بس كده، قال لي كمان طلع لي الـ Average Impulsive Force، متوسط قوة الدفع ما بين اللي هي ما بين السيارتين لو كان زمن التصادم نص. طيب خلينا الأول، أنا ما جابش انا ما جابش سوره الاحتكاك، يعني لو انا احتجت معادله تانية اقدر اطبقها. طيب انا اقدر اقول له ابلاي الكونزرفيشن اوف المومنتم، كونزرفيشن اوف المومنتم اوف المومنتم. احنا في اللي فاتت ما قلناش ملحوظه مهمه، ان الاتجاهات مهمه، الاتجاهات، بس هو كمان اداني الاي والجي من عنده فما ما جاتش الفرصه اللي انا اقول عليه. الاتجاهات مهمه، يعني اقول اهو اللي هيمشي ناحيه البوزيتيف او ناحيه اليمين ادي له الموج، واحد تاني يقول لا اخلي ناحيه اليسار هو الموج، مفيش مشكله. يعني انت بتوضح لان التصادم هنا في اتجاه محور اكس، يعني في اتجاه واحد بس، فلازم احدد الاتجاه. لو في اتجاهين يعني في بلين، كنت هقعد احلل اي وجي واحدد في التحليل زي المساله اللي فاتت اللي هي بتاعت القوى اللي بتصطدم دي بالارض، كنا كتبنا الاي والجي
الاتجاهات بتاعتها. يعني انت لازم احدد الاشاره. طيب انت كتبت قلت ناحيه اليمين قد الموجب، فانا اكتب القانون اهو ام اي في اي 1 زائد ام بي في بي 1 راح تساوي ام اي في اي 2 زائد ام بي في بي 2. نعوض نعوض الكتله. انت قلت لي الام اي ب 20 في 10 اس 3. طيب الفي اي، الفي اي ماشي كده ناحيه الموجب زي ما انت كاتب اللي هو 3 متر على الثانية، هم أعوض عنه بالموجب. أجل البي كتلته 15 في 10 أس 3. الفي بي هو مدهالي 1.5 أهي، 1.5 متر على الثانية، بس اتجاهها بالسالب. سالب. أو محط حط سالب 1.5 يساوي. أجي هنا الفي إيه مانيش عارف ولا شمال ولا يمين، خلاص أنا بفترضه موجب أو مجهول أو موجب. وكتلته اللي هي 20 في 10 أس 3، والله طلعت موجب زي ما مفترضها، يبقى يمشي ناحية اليمين. طلعت سالب يبقى ناحية اللفت. طيب البي قال لي ارتد اهو، وكتلته 15 في 10 أس 3 وسرعته بالموجب اهو. هنلاحظ ان هم كلهم ما فيش الا مجهول واحد، يعني المسألة حلها سطر واحد اهو. اقدر اشطب الالف ده كده ارتاح منه اهو، وبقى 3 في 2 ب 60، 30 في 2 في 20 ب 60. وبعدين عندك هنا سالب 1.5 في 15 طلع لي سالب 22.5، وعندي هنا 20 الفي اي 2، وعندي هنا 30 ننقلهم هناك، يبقى الفي اي 2 عندي 60 ناقص ال 22.5، وبعدين يجي لك سالب 30، وبعدين نقسم على 20 طلع لي السرعه بتاعته. اتاكد كده تاني، ادي 60 ناقص 22.5 ناقص 30 قسمه 20 مظبوط، طلع لي قيمتها كده 3.75 متر لكل ثانيه. اذا هو هيكمل الاتجاه في نفس الاتجاه بتاعه لان طلعت اشارته موجب. طيب بعد كده بيقول لي انا عايز اجيب الامبلس فورس. انت لسه ايه اللي في الشرح اللي الامبلس فورس اللي على العربه مثلا ايه هي نفس اللي على العربه بي، يعني اقدر احسب الامبلس فورس لا اما على الايه او البي، بس عكس الاشاره قلنا بينهم صح؟ القانون ايوه، ما هو بس قيمتهم زي بعض. يعني تعال نشوف اهو حل اول، ادام انت بقى قلت سؤال دوت وحل ثاني، تعال نشوفه كده. تعال نشوف حل ثاني، تعال نشوف مين مثلا للبي اهو بس ما ينعي. فانت بتقول الامبلس ده اقدر اكتبه ازاي؟ الامبلس ده اللي هو خلينا اكتبه كده، خلينا اكتبه الامبلس اللي هو تكامل الاف في الدي تي اللي هو برضه يساوي ام بي في بي 2 ناقص ام بي في بي 1. مش ده نص القانون؟ ايوه، بحيث لو انت وديت دي هناك يطلع القانون اللي هو مديهولي او اللي احنا كنا بنحل بيه الليكتشر اللي فات. طيب القوه ديت هو بيسال عليها، وعشان بيسال عليها فهطلعها بره التكامل واسميها افريج. يبقى اقدر اكتب اف افريج في دلتا تي نفس القانون، اخد ام بي مشترك يبقى عندي في بي 2 ناقص في بي 1. طيب الاتجاه مهم، ايوه اقول اهو برضه قوي اللي يمشي كده هو اللي موجب ثبتناه. انت عايز تجيب مين؟ الاف افريج. الكتله بتاعت البي كان 15 مضروبه ب 10 استاذ اهو، الفي بي 2 اهي يا استاذ ماشيه ناحيه اليمين حركت 2 ناقص، الفي بي 1 ماشيه ناحيه الليفت اهي كده. يبقى انت ده القانون اصلا سالب وهي جايه ناحيه الليفت وديت لها سالب، واقسم على زمن التصادم. زمن التصادم نص، ننزل نحط اهو نص، ايوه نص بالضبط. فنحسبها ونشوف ديت القوه او الدفع، متوسط قوه الدفع اللي على البي اهو على نص.
نحسبها يبقى 2 ناقص تبقى كانها يبقى زائد 3.5 في 15 قسم وعلي 105,000 اهو فعلا 105 كيلو نيوتن اللي هي مضروبه في 10 اس 3. طيب لا تعالى نحسبها قوه الدفع على الايه، ينفع؟ ايوه ينفع، ما احنا قلنا الاثنين زي بعض، بس انا عينيا هنا برضو القانون اهو، ادي الاي تكامل الاف في الدي تي، اكتب الام اي في اي 2 ناقص ام اي في اي 1، دي قلنا برضو هتبقى اف افريج في زمن التصادم، واخد الكتله المشتركه اللي هي بتاعه الايه كم هنا كانت 20 في 10 اس 3 برضك احنا بنقول اللي يمشي كده موجب اهو ماشي. الايه بعد ما طلعناها اهي، بعد ما طلعناها طلعت موجب اهو، اكتب 3.75 ناقص الايه برضك اهي اللي هي الايه الفي اي 1 3، فتلاقي تطلع لي هنا بالسالب على 0.5 اللي هو التايم مظبوط اهوت، يبقى نكتب اهوت ادي الاف افريج مظبوط، طلع نفسه فرق الاشاره بس مظبوط كده، يبقى ده تيجي تقول له دوت كده الاف افريج اون البي، وده نقول له اون الاي على الاي، فانا على طبعا هو لو جبت واحد من عندهم خلاص انه طالب بس الاف ما هو اي ما هو هو واحد ما عشان كده كده يعني يا يمشي ده يا يمشي ده، فانت تطلع سالب القيمه دي كيلو نيوتن. طيب تعال نشوف المسائل بقى اللي هو ايه متهن، لا لسه دي كمان دي المسائل ده محلول، بيقول لي الرامب ده حر ان هو يتحرك يعني مفيش احتكاك ومديني وزنه 120 باوند، ادم قال لي فري يعني تقدر تطبق مفيش احتكاك معناها انه فريكش، حتى هو هيقول لي ان هو هيجي هنا يقول طيب وزنه 120 وفي صندوق وزنه 80 اللي هو ده وبادئ من الريست عند النقطه ايه يعني هو كان هنا كده، وبعدين قال لي 15 متر 15 فيت داون نزلهم عند النقطه بي هنا، عايز يجيب سرعه الرام لما الصندوق يصل الى النقطه دي يعني عندما يجي ينزل خالص بقى وهيتركه كانت الرامب ده سرعته قد ايه، وقال لي افترض ان الرامب ده املس، املس يعني ما فيش احتكاك اثناء نزول الجسم ده. طب استنى مش عندي اهو، خد راحتك خد راحتك بقى هنا عايز يجيب لي هنا عايز يجيب لي سرعة الرامب ده لما الصندوق ده ينزل عند النقطة بي، فقال لي احنا ممكن نتعامل وكأنهم جسمين بيتصادموا مع بعض، كان الأول هم الأول ساكنين وبعدين انطلقوا فكل واحد بيبعد عن التاني. طيب ونظرا لأن ما فيش احتكاك نقدر كمان استخدم قانون حفظ كمية حفظ الطاقة لأن قال هنا اسمه صا. طيب وريني هتعمل ايه في أول، يعني هتكتب كده ام الصندوق كاتب هو الصندوق كاتب الصندوق كاتب نسميها سي يبقى كرات في الفي سي واحد أو نسميها ايه عند الوضع ايه أو نخليها واحد وخلاص واحد ماشي، واحد زائد ام بتاع رامب في الفي رامب واحد هتساوي ام سي في الفي سي اتنين زائد ام رامب في الفي رامب اتنين. انت قلت لي في البدايه خالص كان ساكنين فدومك بصفر وده بصفر، فنقدر نطلع علاقه ما بين السرعتين، هذا صفر الصندوق كتلته ده وزن، فانت عشان تجيب ال يعني عارف ان الوزن بيساوي ام بجي وده نظام انجليزي، فالجي بتاعتنا ب 32 يعني انت عايز تاخد الكتله اخد الوزن اقسمها 32.2 اهو ادي 80 قسمت على 32 2
VC2 وهنا 120 على 32.2 VR2. طيب انت ممكن بضك ايه تختصر اختصر دي كانها مش موجودة خالص اهو، والصفر ده يروح مع الصفر ده ونقسم على على أربعة، قسمنا على أربعة بنطلع اثنين في سي تو زائد ثلاثة هذا معادل. طيب لو جينا طبقنا الطاقة أبلاي الكينيتيك إنرجي كونزرفيشن أوف الكينيتيك إنرجي في البداية برضو هما الاثنين طاقتهم طاقة الحركة الابتدائية بصفر، يعني لو أنا كتبت برضو القانون M C V C واحد تربيع زائد A نص M رامب V رامب واحد تربيع نص M C V C اثنين تربيع زائد نص M رامب V رامب اثنين تربيع كده. أنت قلت لي إنه هو في البداية برضو هما الاثنين ساكنين، حط ده بصفر وده بصفر ونضيع النص ده ونضيع النص ده. طيب نقدر نقول صفر هيساوي الكتلة برضو نفس الحكاية، انت كنت هتقول هتطلع نفس القانون اللي فوق بس بتربيع. ماشي صح كده، نكتبها برضك وبعدين نكتبها تاني فهتطلع لي كده اتنين، استنى ما يزبط ده اتنين في سي اتنين تربيع زائد تلاتة الفي رام بتربيع. طيب كده ما استفدناش حاجة، عايزين يعني لما نيجي نحل مع بعض مش هنعرف نحلهم مع بعض لانهم مش بنفس الدرجة، فعايزين معادلة تالتة اضافية. بس ما اقدر يا استاذ وليد احط الفي سي بطرف الحال بالمعادلة الاولى. طيب وهتيجي تحطها هنا وحطها تحت هيطلع لك ما يطلع لك مجهول يعني. اوكي راح يساوي صفر. صح ما استفدنا من نفس شيء يعني، هتبقى صفر راح تطلع صفر اساسا ما عندي ولا حاجه اقدر اسويها. طيب يبقى احنا محتاجين معادله كمان اهو. المعادله بقى انت هي بقى الا لو انت جيت شفت كده جبنا الـ VR ده بدلالة حاجة والـ VC بدلالة نفس الحاجة، ايه الحاجة اللي انت تقصدها ديت؟ قال لي ادي رامب اهو كويس، الجسم هو بيتحرك ده انا عارف ان هو هيمشي كده الرامب ده صح كده مظبوط، عارف ان هو هيمشي كده. لما جيت طبقنا فوق هنا العمليه ديت كتبت انا البي سي ومش اللي هو الصندوق ده وما وضحناش الاتجاه بتاعه، يعني احنا طبقنا القانون ده ما وضحناش فين الاتجاه اللي انت بتطبقه، يا ترى في اكس ولا فاي ولا فين بالظبط. احنا قلنا اهم شيء لازم يكون فيه اتجاهات، فانا هكتب اهو اللي يمشي كده موجب، يعني انت هتطبقه في اتجاه محور اكس. الرامب ده انا عارف ان هو هيمشي كده صح كده، هو مش هو هيمشي الجهه الثانيه ديت، ده نازل فيدف الجهه ناحيه اليمين، يبقى ده كده اتجاهه موجب عشان كده حطيناه موجب اهو. طيب الفي سي دوت انت عايز المركبه اللي هي في اتجاه محور اكس، عايز لان له مركبه كانت ازاي، لو جينا رسمنا هنا وبعدين رسمنا تحت تاني ده بينزل هنا كده، ده السرعه اللي انا برسمها ديت دي سرعه الصندوق بالنسبة للرامب. إيش معنى؟ لأنه هو بيتحرك على واحد بيتحرك، فالسرعة بتاعته بتبقى نسبية، يعني ما نش عارف سرعته كام. ده بيتحرك يمين اللي هو الرامب ده، وفي جسم تاني فوقه زي بالظبط عندك حامل الطائرات بتتحرك وفي طائرة كمان بتتحرك، والله لو بتتحرك في نفس اتجاهها في نفس اتجاه هتاخد سرعتها اللي انت معينها وانت على السفينه، ايوه زاد سرعه الطياره نفسها مظبوط. فديت
هادي ريليتيف لانها بتتحرك على جسم بيتحرك. فقال لي ده الفي سي نجيبها ازاي؟ قال لو انت تخيلنا الرسمه بتاعتها ان ده بيمشي كده اهو ودوت المحصله بتاعتهم ايه نفس الرام وده الفي ار 2. فانت بتيجي تقفل المثلث ده اللي هو الفي سي اللي انت بتدور على في سي 2. طبعا انا مش متخيل ان هو يبقى ماشي او مايل كده في الحقيقه. طيب هم اللي هم كابتين في واحده هنا اللي هنقول عليها في سي اكس او نسميها في اكس 2 هي ديت المفروض اللي انا ايه اعوض بيها عندي في القانون ده عشان انا سحبت عليها خالص هنا. يبقى انا اكتب هنا في سي اكس 2 واتجاهها ايه سالب. يبقى هنا في سالب يعني هنا في سالب ودي اسمها في اكس 2 مش في سي كده لان هو له مركبتين. وانا طبقت القانون اللي هو في اتجاه محور اكس. يبقى انا كده المعادله دي عدلناها وديت مفيش مشكله لان طاقه الحركه باخد القيمه بحالها. فعشان كده مش هنعرف نحل الاثنين مع بعض كمان. ديت مركبه واحده اللي في اتجاه اكس وانا عندي هنا المحصله بتاعتها. فبنلجا بقى للعلاقه دي ازاي؟ انت بتقول ان الفي سي الفي سي بالنسبه ل هي عباره عن الفي سي ناقص الفي ار 2 2. طيب عايزين بتقول نجيب المعادلتين دول بقى بدلاله الفي سي ار دي الفي سي بالنسبه ل ار. خلاص احنا مش محتاجين الرسمه ديت. طيب ابو علي المثلث اللي اعطيناها في مثلث فيه 4 5 بنستعملها بشيء هذا؟ ايوه تمام. مش انا كتبت هنا خلينا نطلع فوق كده فوق فين هنا هنا اللي هو القيمه ديت. ايوه فالمركبه ده اللي هي الفي سي ار 2 ديت لو احنا جينا حللناها اللي هي الفي سي 2 انت بتقول لا مركبتين لا ده ديت اللي تتحلل الفي سي ار دي الفي سي ار بالنسبه لار دي دي اللي نقدر نحللها باستخدام المثلث لان اتجاهها هو نفس اتجاه الرام فدي اللي تتحلل باتجاه المثلث ده. يعني انا اجي انزل تحت كده اهوت ديت استنى ما يثبت ده كده ده هنا الفي سي بالنسبه ل وهنا مضيف مثلث كده هو كاتب لي هنا 3 وهنا 4 وهنا 5. فنقدر نكتب القانون ده هو في اتجاه محور اكس. لو انا جيت كتبته في اتجاه محور اكس اللي هي الفي سي ار بالنسبه في اتجاه محور اكس فانت هتحلل ديت لا مركبتين واحده كده واحده كده اللي في اتجاه محور اكس اللي هي الفي سي ار في اتجاه محور اكس هي عباره عن الفي سي ار في 4 على 5 حللت اهو كويس دي هتساوي ديت في اتجاه محور اكس هي الفي سي اكس 2 وديت في اتجاه محور اكس اكتب الفي ار هي اصلا في اكس. يعني انت عملت ايه؟ انا حللت الفي سي ار ديت مركبتين واحده في اكس واحده في واي اهم حاجه اللي في اكس. لما جيت كتبته في ايه اتجاه اكس الفي ار دي هي اصلا كلها في اكس ما بلاش حاجه في واي. طيب وديت لا مركبتين واحده في اكس واحده في واي المركبه بتاعت الاكس اسمها في اكس 2. طيب كده انا عندي معادله اهيت وهنا واحده ثانيه ايه فانا اقدر اجيب اخليهم كلهم بدلاله ال دي في سي بالنسبه لار كده اخليهم بدلاله ال في سي ار ديت ازاي؟ الاول جبنا دي معادله الثالثه نكتبها هنا ده 4 على 5 اللي هي 8 من 10 ال في سي بالنسبه لار
ان في سي اكس 2 ناقص الفي ار 2 دي المعادله الثالثه. طيب انا عارف كمان ان الفي سي 2 ديت هي لا مركبه في اكس ولا مركبه في ايه في واي. طيب يعني لو كتبت التربيع كده اكتب هنا في اكس 2 تربيع زائد الفي اكس واي تربيع صح كده؟ ايوه. طيب هات كمان الواي، يعني احنا طلعنا دي بتاع الواي، هات المركبة كمان بتاعة البي سي اه في اتجاه الواي. طيب ابو علي ضاعت من عندي المسألة هذه، لو بس نرتب الافكار شوي. انا ما اعرف ايش كان ماشيين عليه، انا كنت ماشي معاك الى قبل نغير الفي سي الى الفي سي اكس، ومن بعدها ما اعرف والله كيف قاعدين نمشي. طب انا مسحت دي وتهوت همسح ده كمان اهوت. احنا الان اللي في البدايه المعادله دي الاولانيه، المعادله الاولانيه ديت فيها مشكله كده الاول. طيب المعادله بس الاولى هو مو القانون كان في سي بس اعوذ بالله انا كتبت في سي غلط، المفروض اكتب احدد الاتجاه شغال في اكس ولا في واي. طيب الفي سي الان اتجاهها وين الاساسي؟ الفي سي اكس اللي هي ديت هو هيمشي كده الصندوق، والتاني يمشي عكسه اللي هو الغامب ده. لما الصندوق راح ينزل بزاويه بشكل زاوي في سي. طيب ما هو ينزل بزاويه، اي ما هو اهو اهو انا رسمته اهو، له مركبتين واحده كده واحده الاسفل اللي هي الفي سي 2. تمام لا مركبتين واحده ناحيه الليفت، عشان كده اديت لها اشاره سالب. كنت انا طبقت في اتجاه محور اكس فكتبت الفي سي اكس 2. طب لو بغيت تطبق في القانون الاول محور واي اقدر ولا بس ولا ايش الوضع في الاول؟ في الاول ما فيش في الغام ده ما فيش حاجه في واي، هو بس تمام. في اتجاه اكس راح نمشي على الاكس. تمام تمام تمام. فالمعادله الاولانيه ديت ما فيش مشكله صح كده اللي هي رقم 1. طيب خلصنا واحد، وبعدين المعادله 2 ديت طبقنا طاقه الحركه ما فيش مشكله مشكله في اثنين اللي هي 2. طيب طبعا قلنا يعني قلنا 2 ما نحط الفي سي اكس وكذا لان ناخذ القيم بس ما نركز على الاتجاه. ايوه المحصله كلها الريزلت. طيب جينا بقى هنا